قصة حقيقية لشاب بيسافر يشتغل في السعودية لكنه اتباع كعبد في الصحراء يرعى الأغنام. قصة صادمة بكل المقاييس. من غير حرق جهز فشارك والقلبص بتاعك ويلا بينا نطلع من الهند نطلع على السعودية. وبتبدأ أحداث الفيلم بمجموعة من الإبل وسط عاصفة رملية شديدة جدا، وبعدها بشوية الجو بيظلم وبنشوف شاب شعره طويل جدا شبه العبيد بيشرب من الحوض اللي بتشرب منه الأغنام. بس تعالوا نجيب القصة من أولها ونشوف شاب بسيط اسمه نجيب واقف في المطار والضابط السعودي بيفحص اوراقه، ولان نجيب ما كانش بيفهم عربي فبينضم له صديقه حكيم وبياخدوا الخط على جوازاتهم، واخيرا بيدخلوا المملكه. وبعدها فضل نجيب وحكيم يتلفتوا على الكفيل اللي المفروض مستنيهم او اي ورقه في صاله الاستقبال مكتوب عليها اساميهم لكن بلا جدوى. وبعدها بيروح نجيب يعمل مكالمه للمكتب اللي المفروض تابعين ليه في المملكه، لكن حظهم السيء كانت الجمعه اجازه رسميه في المملكه. وفي النهايه بيخرج الثنائي وعينهم رايحه يمين وشمال لحد ما بيلاحظوا السعودي داخل المطار، وطبعا شاكين انه الكفيل بتاعهم. وبعدها بشويه بيخرج الشخص اللي شاكين فيه ده وبيتكلم عربي لكنهم مش بيفهموه، وبعدها بيشوف جوازاتهم وبياخدهم على عربيته. وطبعا نجيب كان مبسوط واخيرا فرجت وراح يركب في الكابينه، لكنه بيتفاجئ وطالب بيقول له اركب ورا يالا اركب ورا صديق في الصندوق العربيه الخلفي. وبعدها بتتحرك العربيه في شوارع المملكه الساحره الجميله، ونجيب وحكيم منبهرين ونسيوا خالص يتصلوا باي حد من اهلهم يطمنوهم انهم وصلوا المملكه بسلام. المهم بدأت العربية تدخل في الصحراء وبدأ نجيب يحط حاجة على راسه من شدة البرد لحد ما أخيرا وصلوا بعد 6 ساعات متواصلة داخل الصحراء. وبعدها طالب بيأمر حكيم إنه ينزل لوحده في أحد مزارع الأغنام، وبدأ نجيب يصرخ على انفصال حكيم عنه، وده لأنه كان عارف إن شغلهم هيكونوا مع بعض، وتم إجبار نجيب إنه يرجع للعربية تاني علشان يكمل طريقه مع الكفيل طالب. وبعد ساعات تاني متواصلة جوه الصحراء بتقف العربية وبينزل نجيب لمكان غريب جدا وسط الصحراء، وطالب بيدخل جوه خيمه وطالب بيدخل نجيب لابن اخوه اللي اسمه خالد وبيطلب من نجيب ينام في اي مكان لحد الصبح يترمي يعني. لكن نجيب حاول يتكلم معاهم بوجود راجل عجوز اسمه عظيم في المكان وبيتكلم نفس اللغه، وبيسال نجيب عن علمه بالشغل في المكان ده، وبنعرف ان المكان ده ورا مصيبه. وبعدها بيشرب نجيب من الخزان وبيجي احد الجمال تقرب من نجيب، ونجيب طبعا بيخاف. وبعدها بيلاقي نجيب الجو برد جدا فقرر يدخل الخيمه بتاعت خالد وينام جواها على جنب، وفي ثواني عينه راحت في النوم من التعب، وبيحلم بايام زمان وهو شغال صياد في البحر وبيجروا في الرمال اللي بيطلعوها من القاع. وساعتها بيسمع نجيب اصدقائه وهم بيتكلموا عن تأشيرات عمل للخليج بمبلغ كبير. وبعد ايام بيرجع نجيب بيته وبيجمع المبلغ وبيروح يسلمه للشخص اللي بيطلع التأشيرات في قريته. وساعتها حاول نجيب يوصل للشخص ده انه يكون رحيم بحالته لانه راهن بيته علشان يجمع المبلغ ده، لكن بيأكد له الشخص ده انه عمره ما هيضحك عليه ولا هيخدعه لانهم من قريه واحده. وبعدها بنشوف زوجة نجيب اللي اسمها ثريا مع امه جوه كوخ بسيط جدا وبتمنوا نفسهم ياكلوا اكله حلوه، فثريا بتقول لحماتها بتصبرها لحد ما نجيب يسافر وهياكلوا اللي نفسهم فيه. وبعدها بيصحى نجيب من على كتفه وبنسمع نجيب وهو بيدعي على جاره اللي سلمه التاشيره بانه خدعه وقال له انه هيشتغل في شركه. وبعدها بدا يصرخوا في نجيب علشان يروح يشوف شغله، ومازال بيقاومهم وبيترجاهم لكن محدش كان فاهم منه حاجه، فبيجري وبيفتح شنطته وبيطلع منها جواز سفره وبعض الاوراق وبيقدم للكفيل طالب، لكن طالب بيخاف جدا وبيقطع الاوراق كلها هو بيطيرها في الهواء. بيشاور له طالب وبيقدم له قطعه خبز كانه حيوان، وده علشان يحفزه في جينات العبوديه جواه لانهم شويه يعلموه بقسوه وشويه يعلموه بالاحسان. ونجيب المسكين بياكل من جوعه ودموعه نازله على خده. وبعد ما بياكل نجيب بيجري على العجوز عظيم وسط الاغنام ويساله عن اسم المكان، فبيقول له عظيم انهم بره نطاق الحياه تماما وامه وبيفتكرهم، فهم بيودوه على محطه القطر قبل ما يركب الطياره. ولما بيدخل القطر بيقابل بالصدفه حكيم، وهناك والده حكيم توصي نجيب على ابنها لانه غلبان وطيب جدا. ولما تحرك القطر اللي رايح للمطار بدا نجيب يودع ثريا بنظرات حزينه جدا لانهم كانوا عرسان جداد. وفي الصباح اليوم التالي بيصحى نجيب بدري وكان بيضحك زي اي انسان وبيستخدم الميه، لكن كفيل وطالب بيصرخ فيه وبيقول له ان الميه دي بيشتروها، وبيشاور له عظيم وبيقول له يستخدم الرمله بدل الميه. بعد ساعات بيوصل شاب بعربيه ميه وبيملى الخزان وبيقرب منه نجيب ويساله عن مكان وانه يساعده في الهروب، لكن فجاه بيوصل طالب وبيساله بعنف كنت بتسال شاب الميه عن ايه؟ وفجاه طالب بيضرب نجيب بالجلده اللي حوالين الحقال، ولما نجيب حاول يمسكها ويدافع عن نفسه حس طالب بالاهانه وجري على نازله جنب راس نجيب، وهنا الحنين بياخده وبرجع بالذكريات مع ثريا في النهر ايام خطوبتهم الجميله، وقد ايه ثريا كانت جميله شبه حوريات البحر، ونجيب كان شاب فقير كل احلامه ببلده ضاعت ومش قادر يعيش حياه كريمه. وبيفتكر كمان نجيب
ليله زفافه على ثريا بعد قصه حب طويله انتهت بالزواج. انتهت بالزواج على رمال النهر في القريه. وبنرجع للحاضر مره تانية وشتان الفرق بين رمال النهر ورمال المملكه الملتهبه. وبيصرخ نجيب من الم الظلم والقهر وبيروح يسال عظيم عن عدد السنين اللي قضاها كعبد في الصحراء. لكن عظيم بيقول له انه مش فاكر اصلا، ولكن الاكيد انه يستحيل الخروج من الصحراء دي. وبعدها بينام نجيب في عربيه خرده في الصحراء يحمي بها نفسه من نار الشمس الحارقه. وبيصحى على صوت الكفيل المستفزه ولهجته المزعجه وهو بيطلب منه يحلب الغنم والماعز فورا. وخلاص استسلم نجيب وبدا يحلب الماعز لاول مره، لكنها بترفصه بعنف وبتوقعه على ظهره وسط ضحكات واستهزاء من الكفيل خالد. وبالفعل اتعلم نجيب وبدا يرعى الاغنام بعصاه وسط الرمال، ولانه كان قليل الخبره وكانت الاغنام بترفصه لانه غريب بالنسبه لهم ومش واخدين عليه، وللاسف بيغمى عليه. وبعدها بشويه بيجي الكفيل طالب وبيرمي على وشه ميه علشان يفوقه، وبيقدم له قدر بسيط جدا من الميه علشان يشربه وبيسحبه من على بقه. ولما بيطلب نجيب يروح للمستشفى بيسخر منه طالب وكانه خلاص عبد اشتراه. ومرت الاسابيع والشهور على نجيب وشعره اصبح طويل ودقنه كثيفه جدا وملاءه بالرمال. وبالصدفه عينه بتيجي في مرايه العربيه وبتفزع من شكله وكانه اصبح نسخه اخرى من العجوز عظيم. وبعدها قرر نجيب يكسر المرايه وياخد ازازها يحلق بها دقنه، لكنه للاسف الموضوع طلع صعب جدا وفضل يبكي بحرقه وباصص للسماء وبيدعي ربنا بالنجاه والانتقام من الظالمين محدث النعمه. بعدها جن جنون نجيب وقرر يجري وسط الرمال والجبال وينتحر، لكن فجاه بتيجي له رساله على هيئه نسر بيمنعه من الانتحار. وبعدها بيلاحظ نجيب تجمع كبير جدا من النسور حوالين جر نفسه ويوصل للميه يشرب قبل ما يموت من العطش من شده حراره الجو. وللاسف شرب من حوض الاغنام ومرت شهور وسنين وتحول نجيب الى نسخه من العجوز الراحل عظيم. اصبح جسده هزيل وبشرته سمراء من حراره الشمس وشعره مجعد مليء بالرمال. وفجاه بدات السماء تمطر قطع كبيره من التلج لاول مره، فقرر نجيب يحتمي مع الاغنام تحت تله كبيره وبدا ياكلهم من الخبز الخاص بيه بعد ما منحهم التلج من رزقهم في الارض. وبعدها استغرب نجيب من الطرق تحت تله ودفع الفضول يدخل فيها ويكتشف المكان. وفضل ماشي لحد ما خرج في مكان مختلف تماما وبيلاحظ شاب جسده هزيل قادم من بعيد. ولما بيقرب منه نجيب بيجري عليه وبياخده في حضنه وبيعرف انه صديقه حكيم. وللاسف كان بكائهم اسوأ من نجيب بمراحل ومش مدرك اي شيء. وبعدها بشويه قرر حكيم يجري في الاتجاه اللي جه منه زي المجنون، ونجيب ما كانش عارف يعيط عليه ولا على نفسه وحاله. بعد ايام كان نجيب مع الجمال والاغنام وفجاه ظهر حكيم وبينادي عليه وبيرمي له ورقه بتطير مع الرياح وحكيم بيختفي بعدها. فضلت الريح تطيرها وانظار نجيب وتركيزه عليها، وفجاه بيسمع صوت الكفيل طالب من بعيد فبيجلس مكانه وبيمثل انه بيقضي حاجته وبينصحه طالب بالرجوع للمزرعه مع الاغنام قبل هبوب العاصفه. وبعدها بشويه بيجري هايا قال له انه واثق في شاب افريقي شغال معاه وعارف خبايا الصحراء وناويين على الهروب. وبعدها بايام نجيب بيقابل حكيم وصديقه الافريقي اللي كان اسمه خضير، وخضير بيقول لهم ان زفاف بنت الكفيل على الابواب خلال الايام دي وهتكون انسب فرصه. وفجاه قلب نجيب رجع للحياه واتغيرت ملامحه وكانه خلاص اتعود على عبوديه ونسى انه كان انسان شريف. لكن حكيم توسل اليه وقال له انهم لازم يهربوا سوا ورجعوا لبلدهم زي ما دخلوا الجحيم ده مع بعض. وبعد ايام بنشوف طالب مع ضيوف وبروح يقدم قطعه لحم لاول مره لحكيم. راح اليوم التالي بيرحل طالب وابن اخوه خالد لاتمام زفاف بنت ولسلع البيت الزوجيه في داهيه، وبيقول له خالد انه لو اتاخر هيكون موجود بكره في المزرعه. واخيرا رحل الملاعين وبدا نجيب يقلع حذاءه تحت ميه السخان وهو بيتالم وبيصرخ، وبدا يرتب شنطته وهدومه اللي وصل بيها، لكن بنطلونه كان واسع جدا بعد ما اصبح هزيل واضطر ربطه على وسطه بحبل. وبعدها قرر نجيب يرمي الطعام للاغنام والجمال اللي كان واضح انهم بيقربوا منه وبيودعوه، وخصوصا الاغنام اللي التفت حواليه وكان شايف ان ملوش ذنب وترك قدامهم طعامهم. وبعدها وصل حكيم مع خضير وفضلوا يستعجلوا نجيب، وبدا نجيب يجري وهو بيعرف على وشه ابتسامات ودموع والمسكين مش عارف ايه اللي مستنيه في الصحراء. وبعد ما مشوا لساعات متواصله جوه الصحراء وجع عليهم الليل بيلاقوا مزرعه، وبيقترح حكيم انهم يروحوا يشربوا منها، لكن بيرفض خضير وبيقول له ان ده خطر جدا. وبعد الحاح منهم بيروح خضير بنفسه، لكن للاسف الحراس بتوع المزرعه بيحسوا بيه وبداوا يطردوهم وبداوا يضربوا عليهم نار وفاكرينهم لصوص. وبعد السلسله من الكر والفر طول الليل بيطلع النهار وخضير قاعد بيصلي، وبيصحى نجيب وحكيم علشان يتصدموا بغابه من الرمال لا نهايه لها ونظرهم مش جايب اخرها. وبدا حكيم ونجيب يجروا زي المساكين جوه الصحراء وبيتخدعوا من انعكاس الشمس على الرمال وفاكرينها ميه، لا
ولكن لما بيوصلوا بيلاقوها سراب، ورغم كل الصعاب الا انهم ما كانوش بفوتوا صلاه داخل الصحراء. لكن في مره من المرات بتخرج كميه رهيبه من الافاعي الصحراء السامه، وقدر خضير وحكيم يهربوا، وامروا نجيب يفضل ثابت مكانه، لكن للاسف جلده اتخدش خدش سطحي من افعى فيهم، وبعدها قرروا يربطوا رجليه علشان يكملوا رحلتهم. وبعدها بيقع حكيم من العطش والجوع، وقرر خضير يشيله على كتفه، وبعدها بيقع نجيب، وبدا خضير يحط على اجسامهم رمال رطبه يخفف من الحراره شويه لانهم على وشك الموت من العطش. وبدا حكيم يتوهم مره ثانيه ويجري ورا السراب، وبدا ياكل الرمال، وللاسف ظهرت عليه سكرات الموت. ونجيب بيحاول يستنجد بخضير ويقول له ينقذ حكيم، اهتز وبتظهر عاصفه رمليه، وخضير بيقول له لازم نهرب فورا، لكن نجيب كان رافض يمشي ويسيب قصه صاحبه اللي مات. فقرر خضير يشيل نجيب ويجري بيه، وخلاص حكيم جثته اندفنت تحت الرمال. وبعدها ما كانش قدامهم غير انهم يكملوا الطريق رغم اقدام نجيب اللي اتورمت من خدوش الافاعي. وبعد يوم كامل واخيرا قدروا يوصلوا لبير وسط الصحراء، وجري عليه نجيب زي المجنون علشان يشرب، وخضير بيحاول يجري وراه ويمنعه انه يشرب وجسمه ساخن والا هيموت. وفضلوا ساعات بالقرب من البير، وبعدها قرروا انهم يكملوا طريقهم، وبعدها بساعتين من المشي قريبين من العمار والمدينه. لكن بعد شويه بيكتشفوا انهم وسط الرمال ونظرهم مش جايب اخرها. ومرت ايام وايام من المعاناه، وخلاص نجيب بدا يعاني من سكرات الموت ويغمى عليه. لكن في صباح اليوم التالي بيفوق علشان يلاقي نفسه وحيد، وخضير مات وساب له ازازه ميه وبالفعل شربها كلها في نفس واحد ورماها علشان تفضل الازازه تتدحرج على الرمال اللي بتدله على الطريق. وفجاه ظهر الاسفلت، وبعدها وقف نجيب زي المجنون قدام عربيه نقل ضخمه علشان تقف اجباري وتاخده في طريقها، لكن الكل رافض ومحدش عايز ياخده في طريقه. وعلى هذا الحال عربيه واثنين وثلاثه ونجيب اللي نجي من الصحراء على وشك الموت على الاسفلت، لحد ما وقفت عربيه وجواها شخص مؤدب جدا ياما في ناس محترمين، واستضاف نجيب وحاول يطمنه ويقول له ما يشيلش هم وياخد راحته في العربيه، ولان هدومه كانت سيئه جدا وبعدها وبياخد راحته في العربيه على الرغم ان هدومه سيئه جدا. وبعدها وصل نجيب للمدينه ودخل احد الغرف الخاصه ببعض العاملين وقدروا يساعدوه ويوصلوه لارقام وعناوين اهله، وبدا في البكاء اول ما سمع صوت زوجته ثريا بعد ما مر 10 سنين. وبعدها طم القبض على نجيب واخد توقيعه لانه بلا اوراق وبلا هويه. وفجاه شاف صور لمجرمين مطلوبين العداله ولاحظ وسطهم صوره خضير، والضابط ساله لو يعرف حد فيهم، لكن نجيب اكتفى بالدموع. وبعدها طم عرض نجيب وسط الهاربين من الكفله، وبدا كل كفيل يدخل وياخد العامل بتاعه اللي بيقدر يتعرف عليه ويضربه بالكرباج قدام الضباط، لحد ما برعت عيون نجيب لما شاف كفيله طالب قادم في اتجاهه وبدا يستخبى ورا زميله، لكن للاسف بيتعرف عليه طالب. وفجاه بيحس نجيب انه هيموت، وكان تحت كفالته كان هيرجعه الصحراء من تاني. وهنا نجيب رجليه مش بتشيله وبيقعد على الارض يبكي لما بيفهم ان طالب مش الكفيل بتاعه اصلا، وكان يعتبر خطفه واستغل جهله وطيبته. وفي النهايه تم ترحيل نجيب على متن الطائره وسط العائدين، لكنه رجع بخيبه امل وجسد هزيل ورحم بيته وضيع ارضه. وبكده تكون انتهت احداث القصه، واستنونا بكره في قصه جديده، وما تنسوش تشتركوا في قناه لوحه فيلم وتفعلوا سر الجرس، واهم حاجه اللايك والاشتراك علشان نستمر. شكرا جزيلا.